نقطة الخلاف بينكم وبين واشنطن عن شراء مقاتلات روسية اشترتها مصر من روسيا، والولايات المتحدة قالت إننا سنفرض عقوبات وسنوقف المشتريات العسكرية، فهل ستسيرون قدما وتحصلون على هذه المقاتلات الروسية؟ أنتم تتحدثون عن أخبار وردت في الصحافة وفي الدوائر الإعلامية، وأعتقد أنه من الأفضل أن تتم المعالجة على أساس الوضع الفعلي. أنا لن أعلق على هذا الأمر ولا أقول إلا أن لدينا علاقة متنوعة وقوية مع الولايات المتحدة وأيضا مع شركاء آخرين في أوروبا، روسيا، الصين، ونحن نمارس العلاقات على نحو شفاف بالكامل وندرك أهمية العلاقات الاستراتيجية فيما بيننا والولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه تربطنا علاقات أخرى مع شركاء آخرين نستفيد معا بشكل مزدوج. وعن المسائل التي أشرتم لها، فإنها يتم تناولها في إطار العلاقات الثنائية، وأرجو أن تبقى في هذا السياق.